السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هقول لكم على السعرات الحرارية في جميع انواع العيش او الخبز. هنتعرف مع بعض على كل حاجة بالظبط. اللي هو الرغيف البلدي اللي احنا طبعا في كل بيت موجود، بيعمل 170 سعرة، وشريحة التوست الابيض بتعمل 80 سعرة، ورغيف العيش الفينو بيعمل 240 سعرة، ورغيف خبز الابيض بيعمل 160 سعرة، شريحة خبز الشوفان بتعمل 80 سعرة، ورغيف العيش السن اللي هو الصغير بيعمل 170 سعرة، والكايزر اللي هو العيش المدور ده بتاع البرجر بيعمل 169 سعرة. طبعا انتوا عرفتوا كده هتختاروا ايه وايه اللي ممكن يعني تاكلوه لو انتوا بتعملوا دايت وكده، تختاروا ايه بالظبط. طبعا تختاروا اقل حاجة فيهم، فهو اقل حاجة الشوفان واللي هو التوست، دي اقل حاجة في السعرات الحرارية، وكمان بتبقى احسن وافيد يعني لينا. اتمنى ان الفيديو ده يعجبكم وتستفيدوا منه، ولو في اي حاجة عايزين تسألوني عليها اسألوني، 24 ساعة هرد عليكم. ما تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، وتعملوا لايك وتعليق. باي باي.